موتوه جايبين تيشيرت صوف او تيشيرت بكمام وربطينه على رقبته وشدين قصاد بعض. هدومه كلها تراب بدم، واخويا دراعته كلها دم بتراب، ودراعته التانية كمس له مرمية جنبه، ووشه كله تراب بدم، ومخه طالع من راسه. ده في واحد قتل جوزك وجوزك مرمي على الطريق. تم محاولة تسميمه كذا مرة، وكنا بنقول مراته هي اللي سممته، وقالت أنا وخطيب بنته اللي قتلناها. إن عواقب ارتكاب الجريمة وخيمة جدا، ستودي بك إلى أوضاع مأساوية حزينة. نصيحة: لا تورط نفسك في ارتكاب أي جريمة أو مخالفة للقانون، لأن الجريمة لا تفيد. ساعة مع حنفي. أهلا بكم، أهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، القناة المعنية بعالم الجريمة. تعالوا نشوف جملة النهاردة اللي حصلت في محافظة المنوفية، مركز اسمه مركز بركة السبع، قرية اسمها قرية كفر عليم. كفر عليم، ايه اللي حصل في القرية دي؟ زوج بيشتغل شيف حلواني، شيف حلواني يعني راجل بيعمل حلويات في المطاعم والفنادق الكبيرة، اسمه مصطفى عبد الحميد عبد العال. ادي صورته، مصطفى عبد الحميد عبد العال، عنده 50 سنة، شيف حلواني في القاهرة، وشيف حلواني درجة أولى، شغال في القاهرة، لكن هو ساكن في قرية اسمها قرية كفر عليم، مركز بركة السبع، محافظة المنوفية. فكل يوم بيسافر من محافظة المنوفية للقاهرة، بيصحى الساعة 4-5 الفجر، ياخد الموتوسيكل بتاعه بيروح بيه لغاية قرية اسمها قرية شكر الله، شكر الله، يسيب الموتوسيكل هناك وبياخد الاتوبيس او القطر ويتكل على الله الى القاهرة. يعني هو عنده موتوسيكل بيوصله من قريته لقرية تانية على الطريق، بيركن الموتوسيكل عند ناس معرفة، وبعد كده بياخد العربية يطلع القاهرة، يرجع اخر النهار يروح للناس ياخد الموتوسيكل منهم ويرجع تاني على بيته، فاصبح قد سيره معروف. الشيف مصطفى عبد الحميد عبد العال اللي عنده 50 سنة كان متجوز قبل كده وطلق مراته واتجوز واحدة تاني وعايش معاها ومخلف منها، وميه عنده بنت على وش جواز مخطوبة. خلي بالكم بس من الأحداث، عنده بنت على وش جواز مخطوبة، وخطبها بيتردد على البيت وبيقعد معاها وبيقعد مع مرات وبيقعد مع أم العروسة وبيقعد مية مية، مفيش مشكلة. لغاية ما في يوم على الفجر في تليفون جه للزوجة من تليفون جوزها، ما جوزها بيقوم الفجر بيروح كفر شكر يسيب الموتوسيكل ياخد مواصلات، على الساعة 4:30 بعد جوزها ما مشي جه تليفون للزوجة، لقت جوزها بيرن عليها ففتحت، خير يا مصطفى في ايه؟ قال لها لا ده انا مش مصطفى، ده في واحد قتل جوزك وجوزك مرمي على الطريق قدام قرية شكر الله. ابتدت تتصل باخواته واولاده، الحقوا ابوكم عمل حادثه. جروا الناس كلها وراحوا على كفر شكر، لقوا الزوج فعلا مغبوط على دماغه، مكسوره جمجمته، واخد عده طعنات وميت. الزوجه طبعا جات كل ما اخواته يجي يجربوا من الجثه تقول له ما حدش يجرب عنده عشان البصمات، ما حدش يجرب عنده عشان البصمات، وتقعد تصوت والناس يتبهدي اهدي 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 انت مراته اهدي حقه هيجي ان شاء الله. جت الشرطه ونزلت والاسعاف والنيابه، ايه اللي حصل يا ستي؟ قالت ده هو، شوفوا بقى، شوف كلام ده، في تليفون جالي من تليفون جوزي، قالوا لي الحق جوزك عمل حادثه وبيموت، وانا فواحده من اللي واقفين قال لها طب اشمعنى اكلمك انت؟ طب ما هو التليفون فيه اخواته وفيه ولاده، اشمعنى اكلمك انت؟ ما اعرفش، اللي كلمني كلمني يعني، لما تمسكوه ابقى اسالوه. ففي واحد من ولاد الراجل قال لها طب يعني اللي اتصل بيكي اتصل بيكي من تليفون اخويا مصطفى؟ قالت له ايوه، والرقم بتاعه هو حتى على تليفوني. فراح ضرب السؤال اللي هو جاب نتيجة على طول، قال له بس تليفون جوزك مقفول، مين اللي عرفه بالباسورد بتاع تليفون جوزك؟
كل ده قدام الشرطة وقدام النيابة. سؤال ذكي جدا، انت بتقولي اللي اتصل بيك اتصل من تليفون جوزك، يعني بعد ما قتلوه او واحد في الشارع ماشي لقى جوزك الفاجر ميت مسك تليفون جوزك واتصل بيك، فتح التليفون بالرقم السري ازاي؟ عرفوا ازاي الرقم السري؟ انا ما اعرفش حاجه. لما تمسكوه سالوه اه واحد اتصل بيه من تليفون جوزي، ممكن جوزي كان بيتكلم في التليفون لما ضربوه كان التليفون لسه مفتوح. ابتدت تهرتف في الكلام وابتدى يبان عليها الكذب. طبعا اللي واقفين عرفوا الموضوع لكن خدوا الاجراءات العاديه، تم ايداعه في مشرحه. طبعا الوفاه نتيجه عدد الطحنات وقصر في الجمجمه وخلافه ادت الى وفاه الزوج في الحال، وتم دفن الزوج في. طبعا مصطفى كان شيف محبوب جدا وكان بيته كريم، وكان كريم جدا في بيته، ومراته دي كان كريم جدا معاها وكان بيديها بدل، يعني لو طلبت والكلام ده قالته اخته، قالت لما كانت مراته تطلب 1000 كان بيديها 2000. وتكشفت مفاجأة انه تم محاولة تسميمه كذا مرة، وكنا بنقول مراته هي اللي سممته. كان مصطفى ده قبلها تم تعب وراح المستشفى وقوله كلت حاجة مسممة، مرضوش يشك في مراته، قال لا انا كلت، ممكن يكون كلت حاجة في الشغل، ممكن اكون عملت حاجة وما خدتش بالي ودي ما كانتش نظيفة، ومرضيش يتهم مراته رغم ان كل اخواته وولاده كانوا عارفين ان مراته هي اللي سماها، بس هو كان بيحبها وما كانش مصدق. ابتدت التحيات، ابتدت الشغل، وخاصة ان التليفون ازاي فعلا، اشمعنى اختار مراته ويكلمها، اشمعنى ما اختارش حد من اخواته ولا اولاده، اشمعنى اختار الزوجة، طب عرف الباسورد منين وفتح التليفون، طب عرف معاد ازاي ان هو كل يوم 4 الفجر بيخرج وبيركب الموتوسيكل وبعد كده بيروح يركب المواصلة اللي بيطلع على القاهرة ويرجع تاني. ابتدت الشكوك تحوم حوالين الزوجة، بالضغط عليها انهارت واعترفت وقالت انا وخطيب بنته اللي قتلناه. يا نهار اسود، قتلت جوزك؟ طب وخطيب بنتك بيقتله ليه؟ ابتدى الكلام يكتر. طبعا تيجي عند السؤال ده ما ترضاش تجاوب، خطيب البنت احنا قتلناها، قتلته ليه؟ طب ايه علاقتك بيه؟ مراته ما يتكلمش خالص، وهما الاثنين في مفاجآت في الجريمه دي. ايه اللي يخلي خطيب البنت ومرات الزوج يتفقوا على قتله؟ ايه السبب؟ وايه اللي يدفعهم لكده؟ طلعت الزوجه هي اللي قايله لخطيب بنتها او لخطيب بنته انه بيطلع كل يوم الفجر الساعه 4 بياخد الموتوسيكل بينزل عند قريه او عزبه اسمها شكر الله، بيسيب الموتوسيكل وبيركب مواصله وبيرجع قبل المغرب او بعد المغرب، بياخد على القريه شكر الله ياخد الموتوسيكل وبيرجع البيت تاني، ورقم الباسورد بتاع التليفون بتاعه كذا كذا كذا. ما رضتش تخليه يتكلم من اي تليفون، قالت له لو اتكلمت من اي تليفون هيقدر يوصل للتليفون وصاحبه، اوعى تتكلم من تليفونك انت، اوعى تتكلم من تليفون حد من اصحابك، الشرطه هتوصل، انت كلمه من تليفون جوزي، بعد ما تقتله كلمني منه، والباسورد بتاع تليفون جوزي اهو. قتل الزوج واتصل بها من تليفون جوزها، ما اعطى له الباسورد وقال لها جوزك عملت الفيلم ده كله، لكن اللي فضحها اللي قتل عارف الباسورد منين؟ واشمعنى اختارك انت؟ وعرف مواعيده ازاي؟ المشكله مش عايزه تقول هي وخطيب بنتها قتلوا الزوج ليه؟ السؤال ده لغايه دلوقتي ما صار محل تحقيقات. هم معترفين ومثلوا الجريمه وزي الفل، لكن مش عايزين يجاوبوا على السؤال ده، انت ليه وخطيب بنته قتلتوه؟ احنا قتلناه ليه؟ ده هي عايزه تقول ولا الواد خطيب البنت عايز يقول؟ من وجهه نظركم ايه اللي يخلي الست هي وخطيب البنت يقتلوا الزوج؟ اكتبوا في الكومنتات وجهه نظركم، لكن في مفاجآت وهنعلنها برضو لكن لما التحيات تنتهي. لكن هنقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.